السلام عليكم، أنا اسمي نايلة وأنا في المرحلة الثالثة في اللغة العربية. سأقدم لكم قصة اسمها جنت على نفسها براقش. تعود قصة المثل لكلبة اسمها براقش. كانت تعيش في قرية صغيرة وتحذر أهلها عن الأعداء واللصوص، وكانت تنبح كلما اقترب عدو لتنذر أهلها من الأعداء. في أحد المرات هاجم عليهم الأعداء، فبدأت براقش بالنباح وتنذير أهلها. كان العدو أكثر قوة من أهل القرية، فهربوا واختبأوا في كهف كبيرة وغريبة حتى أن يخرج الأعداء من القرية. عندما هم الأعداء أن يخرجوا من القرية، بدأت براقش بالنباح من الفرح. حاول صاحب براقش أن يسكتها، ولكن انتبه الأعداء بأنباح براقش، فهجموا على أهل القرية وقتل كثير منهم، وقتلوا براقش أيضا. هذا المثل ينطبق على من يجلب الهلاك على نفسه أو أهله.